أظهر تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% لصنع 3 قنابل نووية. وجاء في أحد التقريرين المقدمين إلى الدول الأعضاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع إلى أكثر من 120 كيلوغراما، وذلك منذ التقرير الأخير في سبتمبر الماضي. غير أن التقرير أفاد في المقابل أن عدد مجموعات أجهزة الطرد المركزية المستخدمة في تخصيب اليورانيوم لم يتغير.